ما تقدر والله معكم ترى هاي هاي يا بنات شوفوا ها انا اتحجفت ايش عذرك الحين ما عندك عذر معلش يا جماعه بردان شويه اقدر اطلع يدي عادي بس انه كذا يوم كذا متدفي حاولت اخفض المكيف هذا انه احتر وزي كذا بس ما زبطت معايا ولا كان يعني ابغاه يكون دافي كذا في النص عرفت اللي مو بردان ولا حران ماني قادر يا انه يعني اطفيه واعرق كذا أنا معرق قلبي ولا اتلحف فقررت اتلحف عشان ما يطلع شكلي بيض انا كذا مدهن معرق <applause> كذا كاني قاعد اسمكر سياره هنا اليوم يا جماعه الخير الحلقه الثانيه فيديو الثاني من الاسئله راح نسوي كل خميس ان شاء الله آه حلقه آه الاسئله آه نجاوب على اسئلتكم اللي موجوده في الانستغرام في بوست موجود في الانستغرام س... ايش ببغى تكلج زبده في باص مكتوب عليه اسك مين كذا لونه اصفر روحوا اكتبوا اي سؤال عندكم عشان ايش عشان نجاوب على الاسئله الموجوده قبل ما نبدا هذا الفيديو لا لايك واشتراك وتفعل زر التنبيه مهم الحين سؤال جوالك الحين ايش تسوي فيه؟ ايش تتفرج بالجوال؟ ساعة واحدة تجلف علي؟ كذاب؟ اكلم اهلي اتفرج في الانستغرام على هذا سيارة كذاب شفتك امس سويت السؤال الاول يا جماعة والغريب مكتوب ليه كل الناس يحبونك؟ آه غلطان اخوي ما ادري اختي ما ادري داروين يا عليكم داروين خوينا ذاك ترى مو كل الناس والله في كثير يكرهوني كثير 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 بس ما حد يسطا يعني ما حد يسطا يجي يقول ايش فو انت كلب انت حي... ما صفق سؤال هنا يقول إيه ايش قصد جز... ليش ايوه قصدها لي... ليش احسك صاير تصور وانت طفشان آه آه بعض الاحيان انا آه اكسر الطفش اللي فيا واكسر الخمول هذا باني اصور يعني بعض الاحيان يكون ما في إني اصور بس انه انا لازم أنزل فيديو فانا يعني اطلع لكم بشخصيتي الطفشانه فهمتم وهذا شيء جميل انا اشوفه بالنسبه لي يعني مو لازم دائما لما اكون انا وأنا متحمس وهذا اصور يعني عادي عادي تشوفوني وانا طفشان تشوفوني وانا زعلان تشوفوني وانا مبسوط يعني اخوان احنا شفنا سؤال هنا قلت طلال متى تكون أوت اوتاكو وتت إيه وتتابع كونان وناروتو وون بيس شوفوا والله تبوا الصراحة أنا مرة مرة نفسي أتابع الأشياء هذه ومن ضمنها دراغون بول بس انه حلقاتها طويله يعني انا بخلص المسلسلات لو ببدا الحين اتابع المسلسلات هذه بخلص في 2030 يا جماعه الخير اوفر حلقات 800 حلقه من 900 حلقه لون بيس ووصلت ألف اتوقع والله ما ادري كم بس مره كثير حتى لو 10 دقائق الحلقه برضو ايش هذا شلفتها كثير مره قال هنا يقول لحظه ترى ما قلت لنا وش ميولك في الرياضه سو سواء خارجيا او داخليا ما ادري ايش قصدك، آه بس اتوقع قصدك آه انا ما ادري اذا قصدك اللي 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 في بالي الحين بس آه انا ميولي آه للكلاسيك آه فيزيك وهذا الشيء انا مستحيل اوصل له لانه مره صعب، مره صعب، الافخاض ما تكبر، مستحيل تكبر، والله صغيره قد كذا تشيكن ليكس اللعنه. سؤال هنا جدا جدا جدا, جدا جميل يقول ايش خطه طلال القادمه؟ آه انا حياتي ماشي عليها بالارتجال انا ما ادري اذا قد جاوبت على السؤال هذا قبل كذا ولا لا بس انا حياتي حياتي ارتجاليه ما اقدر اخطط لو خططت لشيء يفشل على طول في نفس الوقت وانا كذا يفشل فانا ماشي بال يعني بالارتجال وان شاء الله حياتي يعني تكون كويسه ما يصير في دروب كذا ينهي حياتي قال جميل يقول لو كنت امير الناصر وش اول شيء راح تسوي راح اشيل الجوال وارميه في الزباله وأقف على نفسي في غرفه واقعد ما اطلع ولا اكلم احد ابدا بعد الاشياء والله اللي صارت هذا المفروض اللي يصير. سؤال هنا يقول طلولي انت ارمي ولا اوتاكو؟ انا طلال. كيفك؟ سؤال جميل يقول مين افضل؟ آه ريك ولا نيجن؟ ذا واكن ديد انا آه تفرجته آه غالبا كامل آه بس انه آه بالنسبة لي آه لين الموسم الرابع بعدين كل شيء يصير بيض. نصيحه مني تابع ذوق جديد تابع لين الموسم الرابع الخامس بالكثير ووقف خلاص وقف وقف امشي البيت روح شوف غيره تفرج بيك بلايندرز فايكنجز ذا اه لاست كينج اي شيء سؤال هنا ما ادري هو سؤال الهرجه يقول جاستن بيبر جاي جده اه شهر ديسمبر ايش رايك نحجز انا وانت آه جاست كاندي هذا هذا البنت انا بقى. انا يوم من الايام بسوي لها مصيبه يمكن اخنقها ولا شيء ما ادري كيف بعيدا عن انه انا مره من زمان اتوقع من يمكن ثالث او ثانية او ثلاثة بداية وانا اسمع جاستن بيبر مره احب المغني هذا انا اشوفه فنان مره كبير وقوي لا بصراحه مستحيل احضر له العرض اللي بيجي هنا لانه بيكون عرض يعني بيغني اغنيه اغنيتين ويتخارج انا ما بدفع صراحه 2000 3000 ريال عشان اروح اشوف جاستن يغني اغنيه ولا اغنيتين ويمشي ابى أش... ابى تكي ابى تور ابى يغني 30 اغنيه تكي اصيح اغني معاه اما يجي يغني اغنيه انا متاكد اغنيه واحده ليت مي لاف يو بيغنيها ويمشي ولا سوري بيغني اذا مره مره لا في سيلف بس يمكن احزن فينا بلا في سيلف ما ما بيض في هرجه بيض هنا يعني يقول شعرك كانه سلك مواعين بس حلو شعري كيرلي سؤال هنا والله مره كاي يقول ايش تخصصك الجامعي وهل مقتنع بالتخصص اللي انقبلت فيه؟ سؤال هنا حلو يقول اذا تزوجت بتترك القناه؟ ما راح اتزوج ولا راح اترك القناه سؤال هنا يقول وش سبب قطعتك لليوتيوب فترة طويلة في فيديو موجود في اليوتيوب اللي هو فيديو آه السحبة وليش انا سحبت ثلاثة من اربع سنوات موجود اول ما اول ما رجعت نزلت الفيديو هذا هتحصل صورتي كده ابيض واسود لابس ايس كاب ما بحط ما في حل حطه في الديسكربشن والله <applause> سؤال هنا يقول وش برجك وطالعك ما ادري ايش طالعك وما اؤمن بالابراج بس أنا برج الاسد سؤال اخير يقول وين آه زيتونة آه طلع تعليقي تدرون انه من يوم ما انا آه سكنت في الغرفة هذه يمكن ما يمكن شفت حشرات يمكن مرتين او ثلاث مرات والله يعني نمل الحمد لله ما لانه انا ساكن في الملحق فوق مرة الدور الخامس يمكن فانا مره ما قد شفت نمل ما قد شفت ذبان ما في اي اي حشره قد شفتها الا قليل مره مره حتى الناموسات ما تقرصني والله مره فله بس انه الذبان آه نفسي يعني اشوف ذبابه واحده عشان يعني تسوي لي محتوى كذا انا قلت اخر سؤال صح طيب ليش قاعد ادور سؤال الحين تكون عارف مشاهد الرس لاك شكرا لك كان معكم طلعوا طول ثلاث ساعات ان شاء الله يعني آه اللايكات لايكات يا جماعه مليون لايك نبغى المقطع هذا 16 مليون 14 مليون سلام